شفنا في الأيام القليلة الماضية مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة. هناك بندين من هذا المشروع، مشروع القانون المقدم إلى الحكومة في حالات تمنع صحة الزواج. هنخش على التفاصيل اللي بتقول أولا أول حالة منع للزواج هنحطها بملء الشاشة، الصورة السابقة اللي فيها سطرين، ملء الشاشة، منع صحة الزواج لمن لا تدين بدين سماوي، رقم 2 زواج المسلمة بغير المسلم. طبعا في هذه المشكلة هناك تفاصيل أكتر اللي بتمنع أنه لا يجوز الزواج بمن تدين بدين غير سماوي، ويعني بيتكلموا هنا عن ما يقول الدستور عن الأديان السماوية الثلاث، المسيحية والإسلام واليهودية، وهنا دي بتسبب مشاكل لناس آخرين. لكن أهم بندين هنتكلم فيهم اليوم، هنحط الصورة مرة أخرى بملء الشاشة، حالات تمنع صحة الزواج هو الزواج بمن لا تدين بدين سماوي، والزواج زواج المسلمة بغير المسلم. معنا في هذا الشأن المهندس ماهر يوسف، الكاتب والمفكر من السويد. مساء الخير يا فندم. مساء النور ليك ومساء النور لكل مشاهدينك الكرام، وأهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا بحضرتك. يعني نتكلم عن هذا القانون خصوصا البندين دول، إيه رأي حضرتك فيهم؟ لا، في الأول لو سمحت أنا هعرّك شوية على الدستور الأول. أول حاجة الدستور مبدئيا المادة الثانية بتنسف أي روح مواطنة أو أي حاجة تخص المواطنة، إن خلوا الدولة بقى لها دين. فإحنا في قدام مشكلة ومعضلة رهيبة في الدستور نفسه، وللأسف ما كانش في صوت عالي إنه نحاول، إنه في دايما تضاد ما بين المادة الثانية اللي هو الدولة بقى لها دين، أنا ما أعرفش الدولة بتسجد أو بتعمل إيه بالظبط، وبقية المواد. فهي للأسف بتنسف روح المواطنة، بل بتنسف المواطنة من أساسها، خلينا نكون صراحة. دي أول موضوع سريع كده. في حاجة تانية ما حدش أخد باله منها أبدا في الدستور المصري. المادة 64، أنا هقول لحضرتك دلوقتي النص بتاعها إيه. نصت على أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية. أيوه. يعني حرية الاعتقاد وبناء دور العبادة فقط للأديان السماوية. لو واحد بهائي، لو واحد بوذي، لو واحد صابئي، لو واحد أي حاجة، لا ده ما فيش. وبالآخر بنلوم الصين ونقول الصين بتسن قوانين أو بتحمي نفسها، ولا دول عنصريين. وإحنا أساسا الدستور نفسه في مادة بتحرم إن أي بوذي أو أي صيني أو أي بني يقدر يمارس عقيدته في بلدنا. ده بس على السريع كده بنقول معلومة. البندين بتاع الدين السماوي في الحقيقة ده نوع من الخداع للنفس، لأنه أول حاجة إحنا بقينا بنكفر المسيحيين وبنطلق عليهم مشركين، وبنكفر اليهود، وبنكفر الحجر والشجر. فأنا ما أعرفش حكاية أديان سماوية دي، حد يحددها لي ماشي؟ وهل المسيحيين الأباطرة الموجودين في مصر حاليا أصحاب أديان سماوية؟ اسمح لي أنا عايز أسأل السؤال ده. اسمح لي حضرتك، هو يمكن يعني بيستندوا على الدستور اللي بيتكلم عن الأديان السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام. تفضل. بص بقى، أنا عايزين نواجه بقى نفسنا بالحقيقة. أول حاجة في مشكلة في مصر حاليا بقت هي أسلمة الأرحام، أكيد سمعتوا عنها قبل كده، وهو الاهتمام بالإيه؟ بأسلمة النساء. يعني إيه مثلا أنا، يعني إيه مثلا المسلم يتجوز قبطية أو مسيحية؟ الأسلمة دي كتابية، لكن الراجل المسيحي أو القبطي لا، ده هو ده مشرك، فما ينفعش يتجوز مسلمة. طبعا ده كلام يعني لا يليق بواحد يكون عنده تفكير ولو 10% بيفكر، يعني ده ضحك على الدقون، انا اسف في اللفظ. يعني حكايه ان وقت ما احنا نتجوز قبطيه بس القبطي ما يتجوزش مسلمه، ده في نوع من التمييز العنصري على فكره. ومفيش دوله على فكره بتفرق بين مواطنيها بالطريقه الفارجه دي، الا هو ده بنؤسس لفاشيه دينيه للاسف الشديد. بقى في نوع من يعني خلصنا من الاخوانه،
بقى في حاجه كده سلفنه، دي في الميول السلفيه بقت ميول فظيعه جدا، لازم نشوف حل للموضوع ده. هو دي وجهه نظر. يعني انا مش عايز اسال سؤال، مش فاهم بنلوم الصين ليه لما تقول انه اعتبرت للاسف الشديد، وطبعا انا مش ضد، انا ضد الموضوع ده، ان الاسلام مرض نفسي. يعني طب ما احنا بندين الموضوع ده، وفي الاخر يقول لك لا البوذي وكذا وكذا، دي حاجه. طب انا عايز اسال سؤال، ايه موقف البهائيين؟ ده سؤال اللي ما حدش جاوبني عليه في مصر. المسلمين والدوله المصريه لا تعترف بالبهائيه كديانه، والبهائيين بيقولوا احنا ديانه سماويه. فطب من على اي اساس تحدد ديانه سماويه؟ دي نقطه انا مش قادر افهمها في الحقيقه. الحاجه الثانيه انه يعني طب انا يعني هيدخلوا في ضمائر الناس، يعني ايه سماوي يعني ايه ارضي؟ انا مش فاهم. انا يعني دي نقطه انا مش فاهمها الحقيقه لحد دلوقتي، والقانون ما حددهاش. يعني سماوي ايه بالظبط؟ واي سما، السما الاولى ولا الثانيه ولا التاسعه؟ عايزين نفهم، حد يفهم لنا الموضوع ده هو، او يواجهونا بالحقيقه ان هي كده، يبقى على الاقل خلاص نبقى على ارض صلبه وفاهمين ايه اللي بيحصل. لكن ضحك على الدول لا. أنا في الحقيقة بقى عندي نقطة خارج الموضوع، اسمح لي أقولها لو سمحت يا أستاذ. اتفضل. إحنا عندنا الجماعات الإسلامية كلها بتعتقد إن تركيا هي مقر الخلافة، وإن تركيا هي الحامي حمى المسلمين والإسلام، وأنا من على منبرك دهون بطالب بقانون الأحوال الشخصية التركي يطبق في مصر. من ناحية منع تعدد الزوجات، الميراث بالنص، حقوق مطلقه للرجل والمراه. مفيش حاجه اسمه ديانه موجوده في البطاقه، مفيش حاجه اسمه ديانه موجوده في اي ورقه موجوده، ده الكلام ده في تركيا على فكره. انا اطالب بالقوانين الاحوال الشخصيه التركي بما انه هو بقى النموذج للازهره والنموذج للاسلاميين في مصر يتطبق في مصر، انا مش عايز حاجه اكتر من كده. التركي يعني التركي والتونسي، التونسي ايضا، تونس سبقتنا في هذا يا المجال. عمي انا يا استاذ هادي انا بقول لك يعني اللي هو الاكستريم، اللي هو الناس كلها بقى بتعتقد ان هو النموذج الامثل ويتبع. ماشي، طبعا في نماذج كتيره جدا ممكن اجيبها له. فدي دي نقطه في الحقيقه ما حدش وضحها لحد دلوقتي. حكايه انه المسلم يتجوز مسيحيه بس المسيحيه ما تتجوزش مسلمه، ده هو بيضرب عرض الحائط بالمواطنه كده. يعني انت هتقسم البشر على اي اساس؟ يعني دي اسلام الارحام، نسمي اسمائها كده معلنه كده، دي اسلمه ارحام مش اكتر من كده. ده موضوع اسلمه مجتمع بطريقه فجه وبالقانون. لا، في مشكله لازم الدوله تعيد. المفروض الدوله تكون خارج نطاق الزواج الديني اصلا. الدوله ما فيش حاجه اسمه الدوله يا جماعه تتدخل الزواج الديني ده، سواء في الكنيسه او في المسجد، ده زي ايمانياتك وتروح تصلي هنا او هنا، ده الدوله ما لهاش دخل بيه. الدوله يكون في تسجيل لزواج المدني في الدوله، هو المسؤول الاكبر وما لهوش علاقه بالزواج الديني. ويبقى في الحاله دي الدوله تطبق قواعدها على الزواج اللي تسجل في الدوله، زي كل دول العالم، زي اوروبا، حتى في تركيا على فكره زواج مدني، الدوله تعترف بالزواج المدني بس، والزواج بخارج الديني ما لهاش اي حقوق، ده المفروض كده. ده قوانين الدول المحترمه كده على فكره. انما انا اسخر دوله زي مصر لشويه رجال دين، يعني للاسف الشديد افكارهم ما تخطتش القرن السابع الميلادي. احنا قدام مشكله رهيبه جدا، قدام اسلمه للارحام، دي بكل صراحه ووضوح. ماشي، دي نوع من العنصريه، انه او هو في نوع من الفوقيه او التعالي، ان انا اخد بنتكم بس انت ما تاخدش بنت هنا. ده نوع من القبليه على فكره، ده فكر قبل، لان القران نفسه لا يمنع ذلك. وانا اثق في النصوص اللي انا بعرفها، واعرف التراث الاسلامي زي ما بعرف اسمي بالظبط كده. لكن هي نوع من في نوع من القبليه، فاهم انت قصدي ازاي؟ نوع من القبليه الفوقيه كده، ان انا اخد بنتكم لكن ما تاخدش بنت هنا، ده فيها نوع من هزه الكرامه، في نوع من في روح القبليه تسود المجتمع للاسف الشديد يا جماعه. لازم نحاول نكون عقلانيين، نكون اكثر حداثه من كده. العالم بيتطور، العالم بيندمج، العالم بيغير مناهجه التعليميه دلوقتي، واحنا ما زلنا بنفكر بطريقه سلفيه للاسف الشديد. ايوه ده حقيقي. هل هذا القانون مثلا سيطرح للنقاش المجتمعي او الحوار المجتمعي؟ شوف يا سيدي الفاضل، اول حاجه هو ما جابوش جديد، هو موجود ماشي، ولكن يجب على كل المتضرر ان يسجل موقف ويعترض. ما هو احنا في مشكله، خلينا نكون صراحه وامنا، وانا اسف ان اقول الكلام ده كله يمكن ضد توجهات القناه. اول حاجه احنا زمان في ايام عبد الناصر، لما كان حسن ومرقص وكوهين ماشي، لما جه عبد الناصر عمل رباطيه وعشان يطرد اليهود، احنا طنشنا قلنا خلاص ما الحريقه بعيد عننا. لكن
اقسم بشرفي الحريقه هتيجي لدينا في يوم من الايام، وهتيجي للناس في يوم من الايام اقرب مما نتخيل. لازم نقف مع الحق، لازم نقف مع كل انسان ايا كانت ديانته، بصرف النظر عن مصالحنا الشخصيه كمسيحيين او مسلمين او يهود. في مشكله دلوقتي بقى مرقص وحسن ومرقص، بعد كده ما الله اعلم هيكون في ايه. ولذلك لازم نقف موقف كويس جدا مع الناس الباقيين، مع اللادينيين، مع الشيعه، مع اي حد إن كان. لازم نكون موقف انساني قبل ما يكون موقف ديني. مش عايزين نكرر خطأ اللي عملناه مع عبد الناصر زمان لما طنشنا وطنشنا التهاضم اليهود وطرد اليهود في الاخر خالص، وبقينا احنا انفردوا بينا احنا بعد كده. في مشكله محتاجين نواجهها في الحقيقه، محتاجين نواجه بكل قوه، محتاجين نكون مع الحق مش مع الطائفه. يعني انا دايما يقولوا لي ايه، احنا مطالبنا بناء الكنائس، اقول لهم المواطنه اهم حاجه، بس حصلنا على المواطنه هتقدر تعمل كل حاجه. حصلت على كل شيء زي اخوك اليهودي. أي. برافو عليك، المواطنه هي الاساس قبل ما تقول لي دور عباده. أي. وده اللي لازم نطالب بيه، بس دي وجهه نظر. ايوه صحيح. لكن اي استفسار تاني حضرتك؟ لا هو يعني كده، هي دي كانت اهم نقطتين جدا، وحضرتك احسنت الاجابه وتوضيح هذه النقاط. حضرتك تحب تضيف اي شيء اخر؟ اشكرك جدا وشكرا لكم، واسف اذا كنت طولت، واسف اذا كنت شويه مركز في الكلام كده سريعا، واتمنى اكون اضفت حاجه جديده. يعني أكيد. اتمنى اكون اضفت حاجه جديده للحديث او للموضوع. اشكركم كلكم، وشكرا على الاستضافه، وشكرا لكل المستمعين. شكر جدا شكرا. لحضرتك المهندس ماهر يوسف، الكاتب والمفكر من السويد. طبعا هذا الكلام او هذا المقترح في مشروع قانون الأحوال الشخصية ضمن بنود عديدة أثارت رد فعل وموجات من الغضب في المجتمع المصري. لكن اللي يهمنا في هذه النقاط هما أهم نقطتين: الزواج بمن لا تدين بدين سماوي، وبزواج المسلمة بغير المسلم. دولت من الممنوعات في هذا القانون الجديد. هناك العديد من البنود اللي بيتكلم عنها مشروع هذا القانون، واللي يمثل عقبة ومثل غضب في الرأي العام المصري كله من هذه البنود. لكن عموما تطورات هذا المشروع والنقاش حوله سواء داخل مجلس النواب أو في المجتمع المصري كله، مفروض إن السلطات خصوصا التشريعية والقضائية تشرف على مثل هذه القوانين ويكون مطابق للدستور، يحقق المواطنة لكل المواطنين داخل مصر سواء مسيحيين أو مسلمين. علينا ما على الجميع من واجبات، ولنا مثل الجميع كل الحقوق.